كابتن هاني، الارقام زي ما قال الكابتن عادل، الارقام كلها مش عايز اقول المنافس زي ما قال الكابتن عادل، ولكن الارقام بتاعه النادي الاهلي في حته وارقام بقيه الفرق في حته تانية خالص، وده اللي هنشوفه النهارده كمان في حسم البطوله. برغم من ان النادي الاهلي بقى زي بقى بقيه الرياضات، انت لسه ليك 7 فرص كمان، ولكن قادر ان انت تحسمها النهارده. طبعا يا كابتن، طبعا احنا عايزين النهارده طبعا بنشيد النهارده بالفرقه، وبنشيد بالاداء بعد الكورونا خاصه، لان معظم الفرق كلها لو جيت اتفرج يا كابتن ايمن على الدوري بعد الكورونا هتلاقي في فرق كتير جدا مستواها نزل، وفي ناس كتير جدا مستواها يعني مش زي قبل الكورونا. فدي حاجه تحسب الراجل مستر فايرال بصراحه، ان هو الراجل كان متصدر زي ما كابتن عادل قال قبل الكورونا، وبعد الكورونا برضو فضل الراجل محافظ على فرقته ومحافظ على المركز بتاعه. وحتى زي ما اتكلمنا وقلنا ان الراجل يعني حتى اقرب منافس ليك برضو، ما يعني انت بتتكلم في 17 بونت يا كابتن ايمن او 20 بونت، حتى الراجل ما عرفش يقرب منك يعني. صحيح. حتى بعد كورونا برضو ما عرفش يقرب، ولا قبل كورونا ولا بعد كورونا. فانا شايف ان الراجل بصراحه مستر فايرال يعني يستاهل ان احنا نشيد بيه السنه دي. الراجل عامل موسم مميز جدا. طبعا مش عايزين نتكلم على الشائعات طبعا، وحضرتك اتكلمت في الانترو من اول الكلام، وقلت ان في النادي الاهلي في ظل المشاكل وفي ظل الصراعات اللي بتحصل وفي ظل الكلام الكتير اللي على السوشيال ميديا، اللي اول مره بنمر بيه بصراحه بالكميه الكبيره دي او بالهمجيه اللي موجوده على السوشيال ميديا دي، لكن النادي الاهلي في ظل الغيابات برضو اللي موجوده في الفرقه، وفي ظل الناس اللي يعني الناس اللي مشت من النادي، انت برضو عندك عناصر يا كابتن ايمن، عندك احمد فتحي، رمضان صبحي، عندك حسام عاشور، ناس كانوا قوام اساسي للفريق. وفي ظل الحاجات دي كلها الراجل يعني النادي الاهلي ما تاثرش باي حاجه، وحتى لو مستر الفيرال مشي النادي الاهلي عمره ما يتاثر باي حد ان هو يمشي من النادي، لان النادي الاهلي طبعا معودنا ان هو دايما رقم واحد، واي حد بعد كده يجي بعد النادي الاهلي. فانا طبعا اتكلمت عن مستر الفيرال، انا عايز بس اتكلم على الاحصائيه بتاعته. الراجل لعب 26 ماتش، كسب 23 ماتش، خسر هزيمه واحده من نادي الزمالك، وتعادل ماتشين. لو جيت تحسب اي لو جيت تبص على اي نتائج لاي فرقه ثانيه، مش هتوصل ل 70% او 75% من النتائج اللي الراجل عملها. فطبعا احنا لازم نشكر الناس النهارده اللي كانت موجوده، المنظومه كلها لازم نشكرها. مش عايز طبعا اسبق الاحداث، لكن يعني النادي الاهلي يعني شبه حاسم البطوله من الدور الاول، لكن احنا كعادتنا لعيبه الكوره او مدربين او محللين لازم كل حاجه بتحسبها بالورقه والقلم. فطبعا النهارده باذن الله يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان النهارده ان النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه كبيره تليق ببطل الدوري، وترجع برضو الفرحه اللي غايبه عن الناس. يعني مش هقول غايبه، لكن فعلا في ناس كتير قوي مش فرحانه يا كابتن ايمن. لا، عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن في الموضوع ده. في ناس اتاثرت شويه بالكلام اللي بيتقال الحقيقه، ولكن زي ما قال الكابتن عادل، لو بصينا للارقام قبل وبعد، لا طبعا الاهلي في تميز عن الناس كلها. اكيد، ما ده اللي احنا بنقوله يا كابتن ايمن. فعلا الناس فعلا من كتر الكلام على السوشيال ميديا ومن كتر الـ الرغي كتير، فعلا الناس بتتاثر، لان ناس كتير قوي بتتاثر بالسوشيال ميديا، وده مش في كوره بس، ده في كل حاجه. يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقت عباره عن يعني حاجه الناس بتستخدمها مش بطريقه كويسه، بتستخدمها بطريقه سلبيه. فطبعا انا عايز اقول للناس ان يا جماعه ده الطبيعي ان النادي الاهلي ياخد الدوري، ده ما فيش، احنا بقى انا يعني النهارده الدوري ال 42، فان شاء الله باذن الله لازم الناس تركز في افريقيا. احنا النادي الاهلي زي ما عادل قال، احنا بنركز في افريقيا، يعني البطوله الاساسيه لينا افريقيا. احنا كده كده الدوري بيتحسم، يعني معظم لو جيت تبص على معظم الدوريات اللي النادي الاهلي خدها بيحسمها قبلها ب 10 اسابيع ب 6 اسابيع، وبنركز بنقفل الصفحه. يعني انا مش شايف احتفالات، مش شايف الناس مبسوطه، لان ده الطبيعي ان النادي الاهلي. لكن انت لو جيت تبص يا كابتن ايمن في مكان تاني هتلاقي فيه تفرحوا الاهلي ملاح لما يحصل حاجه زي كده. ده حقيقه، ما بتحصلش الا كل 20 سنه مره يعني. صحيح. فطبعا النهارده باذن الله تكمل على خير ان شاء الله، والنادي الاهلي يعمل مباراه كويسه، والناس كلها لازم تفرح باللي حصل النهارده ان شاء الله باذن الله.